نظم العشرة من طالبي السكن الاجتماعي بدائرة عزابة بولاية سكيكدا حركة احتجاجية قاموا من خلالها بالاعتصام أمام بالإفراج عن القائمة النهائية للسكنات الاجتماعية التي ينتظرونها منذ أزيد من 3 سنوات. محمد حمادة. رانا في اعتصام مفتوح للمطالبة بتوزيع قائمة السكن. عندنا مدة وحنا نستناو في القائمة هذه تتعلق. راهو دخلونا في إجراءات، الإنسان ماهيش راح تخلص خلاص. المسائل رايحة جاية، مسؤول يروح مسؤول يجي، شاف دايرة تبدل. دركا 3 سنين وما يتمسخروا بينا، حابين نعرفوا روسنا من رجلينا. وكاينه ناس مساكنه هنايا، راهي مساكنه الناس يتلملها في الكرا، باه تروح تسلك الكرا وما لقيتش. رئيس دائرة عزابة أكد أن الإفراج عن قائمة السكنات سيكون فور الانتهاء من إجراءات التدقيق. نوجه كلامي هذا للمواطنين بلدية عزابة ونطمنهم على أن القائمة التي تم يعني دراستها من طرف لجنة الدائرة منذ قرابة عام ونص أو سنتين، نطمئن مرة أخرى أنها لا تمس ولا يدخل عليها أي تغيير. هذا بالنسبة للقائمة، وهي الإجمالي المساكن التي سيتم توزيعها فيما يقارب 955، فيما منها 170 خاصة بالبناء الهش.